صباح الخير عليكم ولادنا الحلوين الجمال طهور العادات، الرجالة والبنات الحلوة، وحشتونا. يا رب نشوفكم تاني على خير بإذن الله. تمام، طيب احنا النهاردة هنشرح آخر درس في الجغرافيا، هو تالت درس من الوحدة التانية، اسمه الأخطار البيئية. الدرس ده بيتكلم عن الأخطار البيئية اللي بتحصل، زي 3 أخطار بالظبط: التصحر وحرائق الغابات والاحتباس الحراري. هناخد واحدة واحدة ونشرح كل واحدة بتحصل ازاي وأسبابها، أسبابها إيه أقصد وأثرها علينا إيه. مبدئيا كده هنتكلم عن إيه الفرق ما بين الأخطار البيئية والأخطار الطبيعية. طيب قال لي بس أول جملة كده بيقولها إن الأخطار الطبيعية اللي اتكلمنا عنها زي الزلازل والبراكين، أخطار المية زي السيول والأمطار، دي كلها حاجات طبيعية من خلق الله، محدش فينا ليه دخل فيها خالص، وتكون ليها آثار علينا سلبية أو إيجابية. اما الاخطار البيئيه دي بتحدث نتيجه تدخل الانسان نفسه، احنا بقى كبني ادمين هل احنا بنأثر على البيئه بتاعتنا بشكل مفيد ولا بشكل سلبي؟ اكيد احنا بنأثر عليها بالناحيتين، الاخطار التاثير السلبي والتاثير الايجابي. يبقى اول حاجه هنا بيقول لي ان انا عندي فرق ما بين الاثنين، الخطر الطبيعي والخطر البيئي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الخطر الطبيعي ده بيحدث نتيجه عوامل طبيعيه فقط دون تدخل الانسان فيها، زي السيل، انهيار جليدي، زلزال، بركان، كل ده حاجات ناتجة عن خطر طبيعي. أما الخطر البيئي بيحدث نتيجة عدة عوامل طبيعية وممكن وتدخل الإنسان كمان فيها، وبيحدث ليها أضرار سلبية فقط، ما بتعملش حاجة غير إن هي بتجلب كوارث على الطبيعة وعلى البيئة، وده هيأثر على البيئة وهيأثر على الإنسان في المستقبل. كده تمام جدا. نيجي بقى نتكلم عن ايه هي الاخطار البيئيه. زي ما قلنا التصحر وحريق او حرائق الغابات والاحتباس الحراري اللي انتوا عارفينها بالجلوبال وورمنج هي. طيب نتكلم عن التصحر الاول، يعني ايه تصحر وتاثيره علينا. اول حاجه ان التصحر هو تدهور القدره الانتاجيه للارض على انتاج النبات، يعني بيتكلم عن ان الارض ما تقدرش تنتج تاني، بيبقى شبه الصحراء، يعني من هي أرض زراعية تتحول إلى صحراء، عشان كده بسميها تصحر اللي هي تدهور القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية على إنتاج النبات. طيب ده التفسير أو ده التعريف بتاعها. طيب نيجي لأسبابها بقى، ليه بتحصل؟ قال لي نظير نقص كمية المطر، لو المطر كميته قلت في الأرض طبيعي الأرض هتتحول من أرض زراعية تقدر تنتج إلى أرض صحراوية. إيه تاني؟ زحف الكثبان الرملية، خدناها في سنة ستة ونعيدها تاني، لما بتيجي رياح محملة بالكثبان الرملية توقع الرملة بتاعتها دي من الصحراء إلى الأراضي الزراعية، ده بيأثر على الأرض اللي هي إيه زراعية، لأن الرملة وقعت عليها وبتتحول لأرض رملية، يعني أرض صحراوية. الراعي الجائر، عارفين يعني إيه الراعي الجائر؟ يعني مثلا الراعي اللي معاه مجموعة من الحيوانات بيسيبهم ياكلوا من أي جزء من الزرع او النبات الطبيعي اللي موجود، فده بيأثر على النبات لانه بياكل كميه كبيره من النبات وبشكل سريع جدا، فده بيأثر على القدره الانتاجيه للتربه. رابع حاجه قطع الاشجار وازاله الغطاء النباتي، لما بنيجي احنا كبني ادمين نقطع الاشجار عشان نستفيد منها، ناخد اخشابها ونستفيد منها، المفروض ان في طرق علميه لقطع الاشجار دي والازاله دي، لا في ناس بتعملها كده من غير اي دراسة ولا أي وعي، طبعا ده بيؤدي إلى إن الأرض يجرى لها تصحر. إيه تاني؟ الاستغلال المفرط أو الزائد عن حده للأرض الزراعية، إن المفروض إن بين إن أنا أزرع محصول ومحصول تاني إن أنا بسيب للأرض فرصة أو هدنة ترتاح فيها، ترجع تاني تعيد المعادن والحاجات اللي فيها الجميلة اللي بتطلع الزراعة والمحاصيل، لا في ناس بتستغل الفرصة وتزرعها أكتر من مرة بسرعة جدا. يبقى تاني إيه هي أسباب التصحر؟ التناقص كمية الأمطار، زحف الكثبان الرملية على الأرض الزراعية، زحف الكثبان الرملية على الأرض الزراعية، الرعي الجائر أو الغير منتظم، قطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي، الاستغلال المفرط للأرض الزراعية. يبقى احنا ممكن نضم كده 2 على بعض، اللي هي زحف الكثبان الرملية على الأرض الزراعية، والاستغلال المفرط للأرض الزراعية، والتناقص كمية الأمطار، الرعي الجائر، قطع الأشجار. تمام كده؟ أسهل؟ تمام.
نيجي تاني لاخر جزء منها اللي هي تملح التربه. يعني ايه تملح التربه؟ يعني التربه بتفقد كميه الميه اللي فيها، فبتتبقى طبقه من الاملاح على سطح التربه، وكده بتفقد قدرتها الانتاجيه، وبالتالي برضو بيحصل التصحر. اخر الجمله بقى بيقول لي كده ملحوظه صغننه، ان قاره افريقيا لوحدها فيها 23% من الارض الجافه في العالم، وده نتيجه ايه؟ زي ما قلنا نقص كميه الامطار، قطع الاشجار، زحف الكثبان الرمليه على الارض الزراعيه، قطع الاشجار وازاله الغطاء النباتي، الاستغلال المفرط للارض الزراعيه، وتملح التربه. تمام، نيجي اللي بعدها اللي هي حرائق الغابات. تعتبر طبعا الغابات دي بالنسبه لنا احنا كانسان من اهم الثروات الطبيعيه. اشمعنى؟ لان هي اساس النظام البيئي اللي بيعيش عليها الحيوانات، وبيعيش عليها انواع كتيره جدا من الحيوانات والنباتات اللي جنبها. فلو انا شلت الغابات دي هتاثر لي على النظام البيئي، كل الحيوانات اللي بتنمو عليها او بتعيش فيها هتموت، فبالطبيعي النظام البيئي هيختل. يبقى هي بتعد جزء من النظام البيئي وتساهم في الاستقرار بتاع النظام البيئي ده. تمام، طيب بتتعرض الحرائق الغابات او للتدمير ليه؟ نتيجة الحرائق دي بتبقى صعبة جدا وقوية جدا لدرجة اني مقدرش اسيطر عليها ولا احتويها، لان طبعا احنا عارفين ان الغابة عبارة عن اشجار كتيرة جنب بعضها، فتخيلوا لو واحدة كده احترقت هيحصل ايه؟ كل الحريقة دي هتمسك في الاشجار اللي جنبها اللي جنبها اللي جنبها، هناخد وقت لحد ما نطفيها، طبعا ده هيبقى صعب جدا. فهي من اخطر الكوارث البيئية اللي ممكن تحصل، وممكن تستمر مدة طويلة لأكتر من شهر مثلا، وبتحصل كتير. ايوه تمام، بتيجي في استراليا كتير جدا، وبتحصل بنشوفها في الاذاعه او في الاخبار عن حرائق الغابات اللي بتحصل في استراليا. تمام، وكان حصل من فتره كده حبه حلوين كده من الولاد الجمال قالوا لي وانا بشرح الدرس بتاع الغابات، ان حصل حرائق غابات قريب في البرازيل، وكنا اتكلمنا عنها في النشره وفي الاخبار، ان دي من اسوء الحاجات اللي ممكن تحصل، لان الغابات دي ما بتتحرق اولا بتاثر لي على النظام البيئي، ثانيا بتقلل كمية الأكسجين اللي طالع منها للعالم كله، وبالتالي لما تقل كمية الأكسجين إحنا كبني آدمين وككائنات حية هنحس بالتأثير ده، وكمان هيزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون مما يؤدي إلى أيوة الاحتباس الحراري. تمام، طيب إيه بقى أسباب حرائق الغابات دي؟ هل إحنا اللي بنحرقها كبني آدمين ولا بتتحرق طبيعي؟ هيقول إن ليها أسباب طبيعية وأسباب بشرية. إيه هي الأسباب الطبيعية وإيه هي الأسباب البشرية؟ الأسباب الطبيعية حدوث البرق والرعد. البرق والرعد دي حاجة طبيعية جدا بتحصل، فالبرق يمسك في الأشجار فيحصل الحريق. التخلص من النفايات بطرق الحرق، دي بقى بشرية مني أنا كإنسان، لما بحاول الناس اللي بتعمل كامبينج وحاجات زي كده جوه المناطق بتاعة الغابات، لما بتحرق النفايات بتاعتها أو البواقي بتاعة الحاجات بتاعتها، طبعا ممكن الحريقة دي تمسك في الأشجار غصب عنها أو من غير ما تاخد بالها. ايه تاني ممكن يكون بشري؟ ممكن يكون بشري عمليات الطهي دون الاخذ في الاعتبار للاحتياطات الضرورية. يعني لما باجي اعمل الطهي بتاعي بتاع الكامبينج برضو ده، او الناس اللي بتعيش في الغابات دي ما بتاخدش الاجراءات بتاعتها الوقائية. طب دلوقتي لما يحصل ان الغابة تحترق هيحصل ايه؟ فكروا معايا كده، حاولوا تقولوا لي. تمام، انبعاث غازات ضارة زي ثاني اكسيد الكربون، القضاء على التنوع النباتي والحيواني، تشويه الشكل الجمالي للغابات. طبعا ده هيأثر على الغابة جدا. لما بتنبعث الغابات الضارة ده برضه هيؤدي زي ما قلنا إلى الاحتباس الحراري، لأن نسبة الأكسجين في العالم هتقل، ونسبة ثاني أكسيد الكربون هتزيد، وبالتالي حرارة العالم هتزيد. تمام، يبقى احنا كده خدنا التصحر، يعني ايه تصحر اللي مقصود بيه، أسبابه بيحصل ليه، وخدنا نتائجه. تاني حاجة خدنا غابات، أي حرائق الغابات ازاي هي بتحصل وايه نتيجتها على الانسان. اخر حاجة ظاهرة الاحتباس الحراري او الجلوبال وورمينج او الدفء الكوني، لها عدة مسميات بس النتيجة واحدة، هي ارتفاع حرارة الكوكب بتاعنا. طيب يعني ايه بقى ده؟ بيرتفع تدريجي، ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة الطبقة السفلية من الغلاف الجوي. يعني الطبقة السفلية الطبقة اللي احنا عايشين فيها، اللي عايش فيها الانسان. تمام، نيجي بعد كده لأسبابها. أسبابها إيه؟ إحنا لسه قايلين يا ميس، قلنا قطع الغابات بتأدي الاحتباس الحراري، يبقى لما نيجي نقول أسباب الاحتباس الحراري، طبعا قطع الغابات وإزالتها وحرق الغابات. تاني حاجة انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية زي الصناعة زي النقل زي
استهلاك الكهرباء، استهلاك البترول والسيارات، كل ده بيبعث غازات سامة أو غازات ضارة بالبيئة، وكل الغازات دي بتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في الكوكب، مما يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. تمام. طب ضرر الاحتباس الحراري ده ممكن يكون إيه؟ حاولوا تفكروا كده ثانية صغيرة. تمام. ارتفاع درجة الحرارة في العالم، لو ارتفعت درجة حرارة العالم ممكن تعمل ايه؟ ممكن تذوب الجليد اللي موجود عند القطبين، وده هيزود لي كمية المياه اللي موجودة في الأنهار والمحيطات، يعني ممكن يؤدي إلى الفيضان. أيوة ممكن يؤدي إلى الفيضان. تمام. يبقى أضرار الاحتباس الحراري: ارتفاع درجة الحرارة في العالم، ذوبان الجليد وتقلص المساحات المتجمدة عند القطبين، وده هيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات والأنهار، وطبعا غرق السواحل وأجزاء من المدن الساحلية، وممكن يعمل فيضانات. تمام، برافو عليك. طيب هل الدولة بتحاول تعمل، أو الدول أو العالم بيحاول يعمل حاجة عشان يقلل الحاجات اللي بتظهر نتيجة الاحتباس الحراري، أو إزاي نقللها؟ أه طبعا العالم بيحاول يحل المشكلة دي. إزاي بقى؟ قال لي ان العالم عمل مؤتمرات وعمل دراسات وعمل حاجات كتيره جدا عشان نشوف ازاي هنحل المشكله دي، لان المشكله دي هتاثر على العالم بحاله مش على دول معينه. طب تفتكروا اكتر دول بتاثر على الاحتباس الحراري ده وتزوده انهي دول؟ تمام، برافو. الدول الصناعيه. اشمعنى؟ عشان بيطلع منها غازات وحاجات من المصانع كتير جدا ومن السيارات كتير جدا، عشان كده بدأنا نتجه إلى استهلاك الطاقة النظيفة، ودي فعلا كانت من الحلول اللي بدأت الدول تقدمها عشان نقلل مشكلة الاحتباس الحراري. يبقى أول حاجة إني أرشد استهلاك الطاقة، إني أبحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة. زي هتلاقوا كده الفترة الأخيرة بدأنا نعمل عربيات بتمشي بالغاز الطبيعي أقل من البنزين. إشمعنى؟ عشان العادم بتاعها أو الملوثات بتاعتها أقل من البنزين. إيه تاني؟ ممكن اوقف ازاله الغابات والتحكم في الحرائق اللي بتنشب فيها، احاول اطفيها بسرعه واقللها عشان تفضل الغابات موجوده، وطول ما الغابات موجوده كل ما الاكسجين يزيد وثاني اكسيد الكربون يقل، وبالتالي درجه حراره العالم هتبقى ان شاء الله مظبوطه. اداره المخلفات بطرق علميه مما يؤثر على ان تتقلل الانبعاثات الحراريه. ما اقعدش بقى كل حاجه بقى يا عندي احرقها، طب ما انا كل ما احرق كل ما هيطلع غازات سامه ملوثه للبيئه. تمام. حتى هتلاقوا كده في يوم اسمه يوم الارض العالمي. ايه يوم الارض العالمي ده؟ ده اللي بنقلل فيه او بنطفي فيه الانوار كلنا، ونوقف الطاقه في العالم كله عشان نقلل كميه الاستهلاك بتاع الطاقه، مما يقلل في الانبعاثات او الغازات المنبعثه السامه على الارض. تمام. يبقى احنا خدنا في الدرس ده نوعين من الاخطار: اخطار الطبيعيه، خدنا الفرق بين الاخطار الطبيعيه والاخطار البيئيه. قلنا الاخطار الطبيعيه بتحصل نتيجه عدم تدخل الانسان تماما، دي من صنع الله، والاخطار البيئيه من صنع الطبيعه مع تدخل الانسان، اللي منها التصحر وحرائق الغابات والاحتباس الحراري. شكرا جدا، واتمنى اكون افدتكم.